السابعة صباحا حان موعد الاستيقاظ أو موعد المعاناة. ميرا يلا على المدرسة. ميرا ابنة 7 سنوات من بلدة زبدة قضاء جنين تعاني من شلل نصفي. ليس هذا فحسب، إذ تعاني أيضا من حدبة في الظهر تزداد يوما بعد آخر، ما يعرض حياتها للخطر. بعد ما خلفتها طلع عندها إعاقة بظهرها، فتحة بالظهر، نقص 3 فقرات بالعمود الفقري وشلل نصفي كامل وعدم سيطرة على البول. طبعا عملت عملية بعد 2 ساعة من ولادتها، عملية تسكير للفتحة. العملية طبعا يعني كانت فاشلة. وين سووها؟ برافيديا. بتأثر بحركتها، بقعدتها، بنومتها، أصعب إشي بالحياة في إنسان بتعرف شو تنام على ظهرها. ميرا تحاول تفشل وتنجح، لكنها تحاول الانتصار على واقعها رغم صغر سنها. تتمنى أن تصبح إنسانة طبيعية. براءتها تنادي أنقذوني. بغداد شمس وبنات بصف بغداد يمشي. لما تشوفيهم بيمشوا بتزعلي؟ ليه؟ هيك نفسك تمشي زيهم؟ بقدرش. بس بناشد الرئيس كأب أو أي مسؤول كأب إنه بصبر على ابنه هيك أو لا. تحسي إنه قلبك محروق عليها؟ كثير. فيش إلهم حقوق بالمرة. ممنوع هذا الطفل ياخذ حقه، ممنوع. فيش إلهم هوية حتى، فيش يعني أبسط حقوقهم اللي أخذوها. حسيت هالسنة إنه بس فوتتها للمدرسة، لو ما فاتتش للمدرسة مصيبة. رحلة العذاب اليومي إلى المدرسة بدأت. هناك لا مكان لميرا إذا أرادت الدخول، فالدرج غير مخصص لمثلها من البشر ولا حتى مرحاضا، فكيف إذا كانت المدرسة معرضة للانهيار في أي لحظة، لا سيما وأن بناءها منذ عام 1960. إمكانيات المدارس الحكومية لا يمكن على فكرة يعني تمشي معهم ميرا أو الإعاقات بشكل عام. تم بناء مدرسة بناء على قرار من الوزارة ومديرية التربية والتعليم، وساعدونا في بناء مدرسة مؤهلة لاستقبال الإعاقة. بما أنه إحنا مش تخصصنا تربية خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، فبيكون كتير صعب على المعلمة التعامل معها مع وجود طالبات برضو في الصف بدهم عناية أكثر. ما هذا كيف يا فداء؟ ميرا تعيش في قرية يبلغ عدد سكانها 1500 مواطن. في القرية لا مكان لمثل ميرا. غياب لمركز خاص لذوي الاحتياجات الخاصة قد يكون مبررا،
لكن المأساة تتفاقم بعدم وجود مشفى أو حتى عيادة طبية بسيطة. في أوقات الطوارئ تضطر عائلة ميرا لقطع مسافة 30 كيلومترا لعلاجها. لا تترك الحسرة في قلبها أكثر. منذ 7 سنوات وميرا تعاني وبغير فائدة، فهل من ضمير يقظ هذه المرة؟